السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ أمهات وكذلك الأباء اليوم يتبعوا فينا السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. إذا سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بمراجعة درس المضاعفات تحضيرا لاختبار الفصل الأول. من لم يفهم درس المضاعفات يتبع الفيديو للأخير، شرح جد مبسط يفهم التلميذ باش يقدر يجاوب في الامتحان بإذن الله تعالى. إذا سنبدأ على بركة الله، بسم الله. مراجعة المضاعفات. مضاعفات اثنان رقم أحاده 0 2 4 6 8. مثال 286، كم هو رقم الأحاد هنا؟ 6، إذن هو من مضاعفات اثنان. 432، رقم الأحاد اثنان من مضاعفات اثنان. 198، رقم الأحاد 8، إذن 8، إذن من مضاعفات اثنان. 80، إذن رقم الأحاد 0، أيضا مضاعفات اثنان. 954، رقم الأحاد 4، إذن من مضاعفات اثنان. بكل بساطة، مضاعفات 3 هو كل عدد مجموع أرقامه مضاعف لثلاثة. ما هي مضاعفات الثلاثة؟ مضاعفات الثلاثة يعني إحنا هنا رانا نتحدثوا على مضاعفات الثلاثة صغيرة ماشي الكبيرة، كيما 3 6 9 12 15. نديرو مثال باش تفهموني أكثر. مثال 255، إذن هنا ماذا نفعل؟ نجمع 2 زائد 5 زائد 5، نجمعوهم مع بعض تساوي 12، إذن 12 هي من مضاعفات الثلاثة. لدي هنا 3546، نجمع 6، إذن بدأت من هنا 6 زائد 4 زائد 5 زائد 3 تساوي 18، إذن 18 هي من مضاعفات الثلاثة، إذن 15 16 17 18. إذن أضيف هنا 18. 217، إذن أجمع 2 زائد 1 زائد 7 تساوي 10. هل 10 مضاعف لثلاثة؟ إذن لا، إذن 217 ليست مضاعف لثلاثة. الآن مضاعفات الأربعة. مضاعفات الأربعة ننظر مباشرة إلى رقم الآحاد والعشرات معا. إذن مثال 3512 هو مضاعف، لماذا؟ لأنه 12 هو مضاعف للأربعة. إذن من يقول لي مضاعف الأربعة؟ إذن لدي أربعة، ثمانية، 12 16 20. إذن هنا لدي 12، إذن 12 هي من مضاعفات الأربعة. 4 8 12 16 20. إذن هنا لدي هنا رقم كبير، لما يشوف التلميذ هذا الرقم الكبير ما يقدرش يميز، ما يقدرش التلميذ يحسب من ربعة حتى 3512. إذن هنا التلميذ وش يدير؟ إذن هنا التلميذ يشوف الرقم الأحاد ورقم العشرات معا. 12، إذن 12 من مضاعفات الأربعة، إذن هذا العدد الكبير هو مضاعف للأربعة. 5728، أنظر هنا إلى رقم الأحاد والعشرات معا، لدي 28. إذن لو نكمل 20 24 28، إذن 28 هي مضاعف للأربعة. 9836، 36 أيضا لو نكمل سنجدها مضاعف للأربعة، إذن 36 هي مضاعف للأربعة. 9836 هو مضاعف للأربعة، لأن 36 هي مضاعف للأربعة. مضاعفات 5. مضاعفات 5 هو كل عدد رقم أحاده 0 و5. مثال 270 305، لاحظوا هنا كتبتها بالأحمر 0 5، إذن هي مضاعف للخمسة. جيد. مضاعفات 6، كل المضاعفات المشتركة بين 2 و3 هي مضاعف للستة. نذهب إلى المثال. مثال 1452،
إذن 1452 هي مضاعف للإثنان وأيضا هي مضاعف لثلاثة. نبدأ بأنها مضاعف للإثنان. قلنا مضاعفات الإثنان هي يكون رقم الآحاد من مضاعفات إثنان. إذن هنا لدي إثنان، إذن هذا العدد مضاعف للإثنان. مضاعف لثلاثة قلنا أنه نجمع هاد الأرقام مع بعض، إذن 1 + 4 + 5 + 2 تساوي 12. إذن لدي 12 مضاعف للثلاثة. إذن نقول أن هذا العدد هو مضاعف لإثنان، مضاعف لثلاثة، وأيضا هو مضاعف لستة. 276 هو مضاعف للإثنان لأن رقم الآحاد 6، وأيضا هو مضاعف للثلاثة. إذن نقوم بالعملية، تساوي 15. إذن 15 هي مضاعف لثلاثة. 276 هي مضاعف للإثنان، هي مضاعف للثلاثة، وأيضا هي مضاعف للستة. إذن من هنا ماذا نقول؟ نقول أن مضاعفات إثنان ومضاعفات ثلاثة هي أيضا مضاعفات الستة بكل بساطة. مضاعفات 7 نستعمل ما يلي. ندير مثال باش نفهموا أكثر يا أمهات. 385. إذن عندي هنا رقم الوحدات 5، دائما أضرب رقم الوحدات في 2. إذن ديما نهزو هذا رقم الوحدات نضربه في 2. 5 في 2 تساوي 10. إذن 10 لما نجد النتيجة، إذن نجيب النتيجة إلى هنا، نهز رقم العشرات ورقم المئات اللي هو 38 كما تلاحظون، أنقص 10 تساوي 28. أقول 28 مضاعف لسبعة، وعليه فإن 385 هي مضاعف بطريقة جد سهلة وجد بسيطة راح يفهمها التلميذ بكل سهولة. مضاعفات 8 لدي هنا حالتين، بالنسبة للحالة الأولى 96 هل هي مضاعف لثمانية؟ إذن دوك نشوفو. 9 في 2 دائما هنا نهز رقم العشرات نضربه في 2. 9 في 2 18، أضيف لها رقم الوحدات. 18 + 6 تساوي 24. 24 مضاعف لثمانية، إذن 96 من مضاعفات الثمانية. نعم. الحالة الثانية هي 320. نهزو يا تلاميذ رقم الوحدات ورقم العشرات اللي هو 20 + 4، دائما نضيف هنا 4، إذن تساوي 24. 24 مضاعف لثمانية، إذن العدد 320 من مضاعفات الثمانية. إذن هذه الطريقة الأولى وهذه الطريقة الثانية. الطريقة الأولى بالنسبة لعدد مكون من رقمين، والطريقة الثانية هي لعدد مكون من ثلاثة أرقام. مضاعفات 9 مجموع أرقامه من مضاعفات 9. مضاعفات 9 الصغيرة هي 9, 18, 27, 36. نمد هنا مثال باش نفهموا أكثر. 1539 إذن 1 + 5 + 3 + 9 تساوي 18. إذن الطريقة هذه تلاميذ كنا درناها في مضاعفات الثلاثة، أيضا نكرر نفس الطريقة في مضاعفات 9. النتيجة هنا 18، إذن 18 من مضاعفات 9، إذن 1539 من مضاعفات 9. 286155، إذن أجمع أيضا جميع أرقام هذا العدد تساوي 27، إذن 27 من مضاعفات 9، إذن هذا العدد الكبير هو من مضاعفات 9. جيد. أنتقل الآن إلى آخر مضاعف وهو مضاعفات 10، وهو من أسهل المضاعفات، أي أن رقم الآحاد 0، أي عدد رقم آحاده 0، إذن 0 0 0، إذن هو من مضاعفات 10. أنهينا فيديو اليوم وهو حول درس المضاعفات. إذا أعجبكم الفيديو وأردتم وصول فيديوهات أخرى حول الاشتراك في القناة، أي استفسار اتركوه لي في صفحتي على الفيسبوك، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.